معك مازال بالكرة أمام خالي، يأتي اللاعب بالمساعدة، التسديد والهدف الأول لصالح العين مليلة. هدف مخادع للأمل العين مليلة اليوم في هذه اللحظات بعد مرور 10 أو 9 دقائق. لعبة جيدة انطلاقة من اللاعب دحك مروان، ثم التمريرة رائعة باليسرى، لم يكن ينتظر حتى الدفاع شباب بالوزداد. شوف التمريرة طبعا كانت ذكية جدا، ثم الحارس يشارك ولكن حذاري من هذه الكرة. يو 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 كاد 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 الحارس بلطيف أن يرتكب خطأ فادحا أمام اللاعب سعيد، كاد أن يخادع بلطيف والكل بهذه الكرة تسديدة لكنها مرت جانبية عن قائمة الأيصلي. التسديدة باليسرى رائعة، أكثر من رائعة هذه التسديدة للنساك. شوف مرة أخرى باليسرى دائرية بالخارج الرجل، أروع ما يكون. حذري في ثاني، ربما الهدف الثاني، لكن الكرة جانبية طويلة عالية الرأسية كداد، لكن مباشرة إلى رجل طيايبة الذي كاد أن يفعلها بالهدف الثاني. لولا كرته كانت جانبية، مرت جانبية. الرد من شباب بالوزن، الهجومات المعاكسة تنفذ الكرة، ثم تدخل سي عمار، مازال خطأ جرار والعارضة الأفقية، كرة جرار الرائعة القوية الدائرية إلى كداد، التسديد من كداد جانبية، هل لمست أحد لاعبين؟ لا. فريق الشباب التنفيذ ناحية الرؤوس، الهدف التعادل من اللاعب الأحول. الشوط الثاني، هاي الكرة مباشرة إلى رأس خالي والهدف، هدف التعادل رائع رائع جدا، دائرية بيسرى للساق شمس الدين ناحية خالي.